من خلال يلا كوره حسابهم على تويتر، والمريخ يعلن هروب مدربه كلارك قبل مواجهه الاهلي بدوري الابطال او دوري ابطال افريقيا. وهم كانوا جابوا الخبر ده بناء على بيان، وهو بيان مصدره غير صحيح، فبالتالي ده خبر غير صحيح. مش بشكك في يلا كوره، لكن بقول ان يعني هم ممكن يكونوا انخدعوا شويه زي الجماهير بخبر يعني الاطاحه بالمدير الفني وهروبه وكلام من ده. لكن لا اقدر اكده على حضراتكم، المدير الفني متواجد في القاهره بيمرن لعيبته، لعيبه المريخ، وبيستعدوا بشكل قوي 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 لمباراه الاهلي، خصوصا ان هم عندهم امال كبيره في التاهل، زيهم امالهم متساويه زي مع الاهلي زي مع الهلال، فبالتالي بيشتغلوا بشكل قوي، ومن هنا هتيجي صعوبه هذه المباراه. ان شاء الله الاهلي هو اللي يكون موفق باذن الله تعالى. طيب يلا كوره برضو، حازم مصطفى رئيس نادي المريخ ليلا كوره اهو يلا كوره صححه وقال لك المدرب ده بناء على تصريحات حازم مصطفى رئيس نادي المريخ، المدرب في القاهره يباشر عمله ولا صحه للبيان، كله شغل ميديا. احنا بقى مش عايزين احنا ايه نجر الكلام ده او نركز مع الكلام ده، مالناش دعوه. المريخ بالمدرب بتاعه، من غير المدرب بتاعه، باللعيبه بتاعته، من غير اللعيبه بتاعته، باي حد، هو فريق قوي وفريق جيد، اللي هيلعب احنا هنلعبه، مدرب موجود مش موجود ملناش دعوه، ما مش بنفكر في كده. اه ممكن ده يشتت شويه، وانا عارف الجهاز الفني بيدرس كويس قوي كل فريق هيقابله، لكن خلاص تاكدوا ان هو المدير الفني موجود، وحتى لو في اي تعديلات حصلت بشكل مفاجئ فالاهلي ملوش دعوه بالكلام ده، احنا مركزين، فرقتنا مركزه ان شاء الله، وهنشوف ده من خلال التدريبات بكره، وباذن الله باذن الله النتيجه تكون فوز النادي الاهلي يوم الجمعه كخطوه مبدئيه من ضمن خطوات التأهل، واللي هيكون بشكل رسمي بإذن الله تعالى من خلال مواجهة الهلال اللي هتكون في أول الشهر المقبل. خلينا نروح لكورة بلس. المدير الفني للمريخ السوداني ينفي الهروب من تدريب الفريق قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال، وده خلاص يعني الكلام اتكلمنا في الموضوع ده بشكل كبير وشرحناه لحضراتكم، والراجل موجود وبيباشر مهام عمله مع فريق المريخ بشكل طبيعي، وهو بالمناسبة مدير فني جيد وعمل شكل محترم قوي فريق المريخ، بدليل ان الفريق ماشي بشكل كويس في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. طيب حساب في الجول على تويتر، معد المريخ البدني في الجول، انا والمدرب لا نعرف ما يصار من النادي، نحن في القاهره بعلمهم. خلاص يا جماعه الموضوع ده ايه انتهى وقتل بحثا، والناس موجوده وبتشتغل وعارفين بيعملوا ايه وبيستعدوا ازاي، وان شاء الله باذن الله تكون مباراه كبيره تليق باسمين كبار سواء الاهلي او المريخ، بس باذن الله الاهم بالنسبه لنا ان الاهلي يفوز، ويفوز فوز مقنع وانتصار جيد قبل مباراه الهلال اللي هتكون لسه في اول الشهر، بس في نفس الوقت كخطوه من ضمن الخطوات اللي تاهل النادي الاهلي، لان بصراحه مقدر جدا القلق اللي موجود عند بعض الجماهير، لكن في نفس الوقت ان شاء الله باذن الله عندي ثقه كبيره قوي في اللعيبه وفي الجهاز الفني ان هم هيفرحوا جمهور النادي الاهلي، مش بس بالتاهل لربع النهائي، لا بمواصله المشوار لحد النهايه، وكمان الفوز بالبطوله للموسم الثالث على التوالي. ليه؟ لان احنا عندنا الامكانيات وعندنا القدرات اللي تقدر تنجحنا في كده باذن الله تعالى. هروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا اخبار اخرى في الجانب المحلي والعالمي هنتكلم فيها، فاستنونا يلا بينا.